إذا وصفت امرأة قبيحة بالقبح كما توصف الجميلة بالجمال دون نية الانتقاص منها ليترتب على ذلك إثم، ينظر إلى السبب من وراء ذلك، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.